الاستاذ اذا في معامله بدها دراسه معلش على مهلكم. انت لا تتداخل بشي ما بيعنيك وسكر بوزك. شو رايكم نعملكم اكليشيه لتوقيعكم الكريم وتختموه ختم؟ ساعتها اي واحد بالشركه بيختم توقيعي، انا شو بكل الزومبا؟ عندك حق. تفضل، هاي البريد صار جاهز، بشرفك، في اسمع مني؟ اسمع الله حولك اسرع من الصوت. حندق بندق عين شافتك وطق الطنبو. مالك يا شحرور؟ عم افكر بهالشركه كيف ماشيه. ومين قال لك بقى انها ماشيه؟ لك يا رجل انا الفراش لما باخذ ورقه من اوضه لاوضه بعرف محتوياتها، مدير اضرب واطرح بيمضي على 100 ورقه باليوم، ما بيقرا منها كلمه؟ خلينا هنا. حضرتك معزوم على عيد ميلاد منى يوم الخميس بالليل. وانت؟ مش هروح. لان صاحبك هيكون هناك. كيف عرفت؟ هي قالت لي. ولا يهمك، انا راح اعمل لك في مقلب يقلب كيانه، وطبعا ما راح يقدر يحضر الحفله. قول لي مقلب ايه؟ قل لي انت بالاول، عمرك سمعت بهالشركه عن شخص اسمه زغلول الوادي؟ زغلول الوادي، زغلول الوادي، لا ما سمعتش. بسيطه، راح تسمع وتتفرج. خاطره لذا يتوجب عليكم اعلامنا خلال 24 ساعة عن المراحل التي قطعها مشروع عضو مجلس الإدارة زغلول الوادي للأهمية نقطة. للأهمية نقطة. اللي قول لي، هو عمك زغلول الوادي عضو مجلس إدارة صحيح وله مشروع في الشركة؟ عمي فعلا عضو مجلس إدارة، لكن لا في مشروع ولا له دوسيه حتى في الشركة. لا يا شيخ ولا. اما انت حتبارك الفارس بيه بشكل، ده انت حتطير النوم من عينه. بيستاهل. قول قول. وقد ابحث عن دوسيه مشروع زغلول بيك الوادي وهاته فورا. سيد افندي، دوسيه زغلول الوادي انا ما شفتوش. شوف عند محمد افندي. محمد افندي، دوسيه زغلول الوادي. مش عندي، يمكن عند نوال. يا نوال، دوسيه زغلول الوادي. ما كانش يتعز، ده انا من سنه ما مسكتش ورقه في ايدي. شو على ايش عم تدوروا؟ دوسيه زغلول الوادي عايزها البيه المدير. من شوي كان ماشي هو بلاسير بالكوريدور. حصلها وحياتك يا شحرور. بالله. قصدي شوفوا في اي اسم. انت متذكره؟ بيني وبينك لا. لكن الاسم ده مش غريب عني، متهيألي كده مر عليا بزحمة الشغل وأنا مش واخد بالي. الله يعينك، شغلك كتير. وين الدوسيه يا علا؟ يا ساتر يا رب، فارس بيه هيخرب بيتي. دوروا منيح يا شباب، يمكن تكون مرمية هون ولا هون. الدوسيه؟ بندور يا فندم، هنجيبه حالا لسعادة بيه. بتدوروا؟ هي الدوسيه ضاعت؟ كل الموظفين يجون عندي فورا. بس لو سعادتك تدينا فرصة. لو اعطيتكم فرصة حيتخرب بيتي. ها؟ لقيتوا الدوسيه؟ أنا مش فاكر يا سعادة البيه إن في مشروع بالاسم ده. مش فاكر؟ يبقى تفضل روح بيتك ولما تفتكر ارجع على الشغل. تفضل. عبد العظيم يا فندي. أيوة سعادة البيه. أنت فاكر المشروع ولا لأ؟ طبعًا يا فندم. مش فاكر إزاي؟ ده مشروع زغلول الوادي اللي اللي اجانا من المركز الرئيسي ببيروت ومستعجلين عليه، واليوم وصلني تاكيد بدهم الجواب خلال 24 ساعة. عفوا فارس بيك، امتى شفت الدوسيه لاخر مرة؟ اخر مرة لما ابديت ملاحظاتي عليها وحولتها للدراسة. انا فاكر لما سيادتك قلت لي ان ده موضوع مهم جدا واخلي الفرع التجاري يهتم بيه. برافو عليك. اسمعوا، ما في انصراف من الشركة قبل ما تلتقى الدوسيه، مفهوم؟ تفضلوا. وأنا رايح فتش عليها في البيت، يمكن أخذتها هنيك أدرسها على رواق. مظبوط يا فندم، مظبوط.